قبل ما نختم الحلقة وصلنا إلى سؤال اليوم. مثل ما قلت لكم راح أسألكم سؤال، الجواب موجود في الحلقة. كل اللي عليكم أنكم تجاوبون الإجابة الصح، ترسلوا ليها إلى مواقعي في التواصل الاجتماعي. السؤال لهذا اليوم يقول: من هو المخرج الذي شارك في مهرجان العرب في هوليوود؟ أما الحلقة اللي فاتت كان السؤال هو: من هو الممثل الأكثر اللي قام بدور دراكولا؟ الجواب الصح هو كريستوفر لي، وخلني نشوف من يجاوب صح ويربح معانا. والفائز معانا في هذه الحلقة ميلاد ميشو. ألف مبروك ميلاد.